ملتقى الاستثمار السنوي منصة استثمارية عالمية انطلقت قبل 10 سنوات من دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم المنصة هذه تركز على ترويج الاستثمارات الخارجية للدول. تركيزنا في الدورة القادمة من خلال إكسبو تركيز على تدفق الاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات. هناك محور رئيسي إن شاء الله في ملتقى الاستثمار السنوي، المحور هذا بيركز على مبادرات مشاريع 50. المشاريع هذه مهمة جدا للترويج عنها وتعريف الدول بالمشاريع هذه لاستقطاب الاستثمارات. نحن نركز في ملتقى الاستثمار على مشاركة أكثر من 160 دولة ومشاركة أكثر من 15,000 مشارك من أصحاب القرار والمستثمرين. تركيزنا في ملتقى الاستثمار على 6 محاور رئيسية: محور تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأيضا محور الصناديق الاستثمارية، ومحور رواد الأعمال والستارتابس، وأيضا محور مدن المستقبل والمبادرات، مبادرات مشاريع 50 من خلال المعرض، وأيضا من خلال الندوات والمؤتمرات وحوار القادة الموجود في المؤتمر. طبعا يشكل ملتقى الاستثمار السنوي موقع مهم على خارطة الاستثمار في المنطقة والعالم. يحتفل بعام 11، ولكن بأسلوب مميز من خلال تواجده في أكبر حدث عالمي وهو إكسبو 2020 المقام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. يركز المؤتمر على العديد من المحاور الأساسية التي تتواءم مع استراتيجية الدولة والخاصة بال50 سنة القادمة، سواء كانت من المدن الذكية أو القطاعات الأخرى التي تهتم بالاستثمار، سواء كانت في الاستدامة أو الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة المتوسطة، بالإضافة للاستثمار بشكله الكلي. اليوم نحن نبحث الفرص، نحن نبحث أين اهتمام الشركات وأين ستتجه بوصلة الاستثمار خلال الفترة القادمة. الكل يعني معني بخلال الفترات هذه لأن يعرف ما هي توجهات المستقبل، سواء بالتجارة، بالاستثمار، في جميع القطاعات. لذلك يأتي ملتقى الاستثمار السنوي ليبحث ذلك ويضع نقاط على الحروف بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لهيئات ترويج الاستثمار بشكل عام.